هذه الوقفة أمامنا على شاشة التلفزيون وعلى الهواء مباشرة، معلنة بداية لانطلاقة الشوط الرابع في المجموع، وهو الشوط الرئيسي للذلل لأصحاب السمو الشيوخ. المسافة 8 كيلومترات، وسيارة تويوتا ستيشن رمادي فاتح لونها، مقدمة من شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو. هذه هي الانطلاقة أمامنا على شاشة التلفزيون، أمامنا على شاشة التلفزيون مشاهدينا الأعزاء. نرى الانطلاقة قوية وممتازة واندفاعة منتظرة لهذا الشوط، لهذا الشوط، شوط الذلل. يا سلام يا سلام، شعارات أصحاب السمو الشيوخ تندفع بكل قوة أمامنا على شاشة التلفزيون، وهذا هو شعار اللي ما عليها شعار واضح، تقود المسيرة، يا أبو حمد. روح يا أبو حمد، روح بنلحق المقدمة، بنشوف المقدمة والمنافسة اللي مبكرة مع انطلاقة هذا الشوط. وفي الكيلومتر الأول من انطلاقة هذا الشوط، هذه الانطلاقة، وأعدكم بالمفاجآت. وهذه هي لسعة مشاهدينا الأعزاء، تحتل المركز الأول، ولكن ينخطف، يا سلام، ينخطف المركز الأول من أقدام لسعة لصالح الغزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، اللي قادمة وعانية من مدينة دبي من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويضمرها السيد وهو المسؤول عن تضميرها وعن نتائجها علي بن حمد بن قريع المري. النقلة التالية على المركز الثاني، لسعة مشاهدين الأعزاء تحتل المركز الثاني، وتعود ملكية لسعة للسيد راشد بن سالم بن مسعود المري، محتل المركز الثاني. النقلة التالية على المركز الثالث، زجرة تحتل المركز الثالث أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، وتعود ملكية زجرة لسمو الشيخ للشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني، ويضمر زجرة السيد حمد الله السوداني. هكذا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء، ننتقل من زجرة إلى المركز الرابع، ونرى اللي تحتل المركز الرابع، الضبية حق صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، ويضمر الضبية السيد حمد بن عبيد بن علي اليبهوني، ودور المركز الخامس، اللي هي راية مشاهدينا الأعزاء، تعود ملكية راية إلى من؟ للسيد حسن بن فلاح العطوي من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي هناك تغيير، غيرتها اللي كانت في المركز الخامس، السادس خذت المركز الخامس اللي هي هقاوي، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد علي بن حمد بن قريع المري. ووصلنا الى لوحة الستة كيلومترات المتبقية، اقتصاد تحتل المركز السادس، تعود ملكيتها لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاني، وفي التضمير سيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري في المركز السابع، غيرتها حكمة واخذت المركز السادس من اقتصاد. تعود ملكية حكمة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المضمر السيد طارش بن مبارك بالقوبع، يا سلام. المركز الثامن أيضا الغارية قادمة بقوة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، يضمر الغارية السيد ناصر بن مسفر الشهواني، ونقلة على المركز التاسع، المتضحة أمامنا على شاشة التلفزيون وعلى الكادر التحتاني. المركز التاسع، من خلال الشعار للسيد سعيد بن علي بن لومية الشتبي من مدينة دبي من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللي هي مصيحة. وفي المركز العاشر، لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي
من الإمارات العربية المتحدة من إمارة رأس الخيمة قادمة وترافق ويرافقها المضمر السيد سعيد بن حسين الخاطري. هذه نتيجتنا أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء، على الهواء مباشرة نتواصل مع حضراتكم، وها هي المسيرة تسير، ها هي المسيرة تسير، وها هو شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على خط المركز الأول، على خط المركز الأول أمامنا، وأداء لعرض ممتاز، وأداء لعرض ممتاز كما نرى على شاشة التلفزيون. وهذه مشاهدين الأعزاء الغزيل تحمل اسم الغزيل، تبقى أمامها 5 كيلومترات في هذه اللحظة، بينما الغزيل تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد آل مكتوم، انضمر السيد علي بن حمد بن قرع المري أحد شبابنا الفطاحلة في التضمير. المركز الثاني، نقلة على المركز الثاني، اللي في المركز الثاني زجرة مشاهدين الأعزاء تعود ملكيتها للشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني، يضمرها السيد حمد الله السوداني، وانتظر مفاجآتها في الوقت الذي نرى المركز الثالث. أمسى من نصيب حكمه لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، انضمر السيد طارش بن مبارك بالقوبع. يا سلام، المركز الرابع، المركز الرابع، أعطوني المعلومات عن الرابعة. هقاوي، 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 يا سلام، ونضمر هاقي بهالناموس، يا هقاوي بهالناموس، لو ما هو بهاقي بهالناموس ما فتشها في هذا الشوط. الهقاوي مشاهدينا الاعزاء تحتل المركز الرابع، تعود ملكيتها لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، نضمر السيد علي بن حمد بن قرع المري نقله على المركز الخامس، المركز الخامس اللي هي الغارية. في المركز الخامس تعود ملكيتها لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، ويبغي لها متابعة في الوقت الذي يضمرها السيد ناصر بن مسفر الشهواني. عندك يا سلام، يا سلام، يا حمد يا بن سهيل اليبهوني، يا حمد يا اليبهوني، شعار صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في المركز السادس، وهي مصيحة يضمرها السيد اسمها ضبية، 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 يضمنها السيد حمد بن سهيل يبهوني. هناك تغيير من اللي كانت تليها مباشرة، تحتل المركز السابع، خذت المركز السادس، اقتصاد لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني، خذت المركز السادس، مضمر السيد ناصر بن محمد الهاجري، واقتصاد وضبية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، تحتل المركز السابع، يضمرها السيد عبيد بن علي اليبهوني، اليبهوني، هذا شعار باللومية، مصيحة على ظهرها شعار باللومية، تحتل المركز الثامن سعيد بن علي باللومية اجتبي، وهي الأخرى ضيفة من الإمارات، بينما هناك ضيفة قادمة من رأس الخيمة من الإمارات العربية المتحدة الشقيقة واسمها هملولة، تعود ملكيتها لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ويضمرها السيد سعيد بن حسين الخاطري، وتحتل المركز التاسع، المركز العاشر، المركز العاشر، أخر الكاميرا الله يخليك يا سائق السيارة لو سمحت، لو تكرمت. المركز العاشر اللي هي لسعة مشاهدينا الأعزاء، المركز التاسع ولا العاشر؟ المركز العاشر، المركز العاشر، أشكر زميلي أحمد خزاع للمصور. المركز العاشر مشاهدينا الأعزاء، لسعة تعود ملكية لسعة للسيد راشد بن سالم بن مسعود المري، وهذه نتيجتنا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء على الهواء مباشرة في هذا اليوم، في هذا اليوم وفي هذا الشوط بالذات، هذا الشوط بالذات، شوط الظلال الرئيسي لمسافة 8 كيلومترات، أما مسافة 10 كيلومترات الشوط المشهود، شوط السيف، شوط السيف، شوط المنافسة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير البلاد المفدى. يا سلام، هذاك الموعد واللقاء المحسوم للنتيجة والحاسم، ذلك غدا في الساعة 3:30 مساء نبدأ مشوار حفل الختام إن شاء الله، وندعو جماهيرنا الكرام ومحبي هذه الرياضة لمشاهدة المفاجأة، مفاجأة هذا المهرجان اللي بتنتزع السيف. يا سلام، سيف الأمير المفدى
وعلى فكرة نعود ونذكر بسيارة هذا الشوط، وهي سيارة تويوتا ستيشن رمادية اللون، رمادية اللون، يعني لو سودا ما نباها، لو عنابية ما نباها، على شرط أنها رمادية، على شرط أنها رمادية. الشوط الرئيسي للثمانية كيلومترات للذلل لأصحاب السمو والشيوخ، إضافة إلى أنها قدمت من شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو. ويلا يا مضمرينكو، يلا يا مضمرينكو، يلا يا مضمرينكو، يا سلام يا سلام. إضافة إلى جوائز نقدية من المركز الثاني وحتى المركز العاشر مشاهدينا الأعزاء. وأتمنى من السيد بندر بن محمد القثامي العتيبي الحضور إلى سيارة التعليق بعد هذا الشوط مباشرة. أتمنى أو من ينوب عنه، أتمنى من السيد بندر بن محمد القثامي العتيبي سرعة التواجد في خط البداية والاقتراب من سيارة التعليق، وذلك للأهمية، أو أن يبعث من ينوب عنه، أتمنى ذلك. نعود إلى مقدمة الشوط في هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء. هذه أيها الأخوة مشاهدينا الأعزاء الغزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد علي بن حمد القراعي المري. يا سلام يا سلام. المركز الثاني، الله شو اسمها، حكمة، حكمة، وبتورينا الحكمة، بتورينا الحكمة في الأداء وفي العرض مشاهدينا الأعزاء. حكمة لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد طارش بن مبارك بالقوبع، نقلة على المركز الثالث، كيلومترين على خط النهاية ونرى الغارية في المركز الثالث. مندفعة بكل قوة واسمها الغارية لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، ويضمرها سيد ناصر بن مسفر الشهواني، مرعب المضمرين. ونقلة على المركز الرابع، يا سلام، هات لي لقطة على المركز الرابع المتضحة أمامنا على الكادر التحتاني لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني اللي هي اقتصاد، ويضمرها السيد ناصر بن محمد بن حباب الهاجري، والخامسة اللي تليها مشاهدينا الأعزاء حتى ولو من على بعد، حتى ولو من على بعد، لسمو هقاوي لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر السيد علي بن حمد بن قريع المري ضيفة من الإمارات العربية المتحدة. وخلونا نعود إلى المركز السادس ونكمل لداءنا اللي هي هملولة لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي، ويضمرها السيد سعيد بن حسين الخاطري. وعودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى ضيفتنا من ميدان ند الشبه، حكمة، 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 وحكمة في الأداء، وحكمة بالعرض التلقائي. الختام مقبول، ولكن هات لي لقطة على الثانية، هات لي لقطة على الغارية، الغارية، يا سلام يا سلام يا سلام، اللي أعلنت راية التهديد على حساب الحكمة، على حساب حكمة مشاهدينا الأعزاء. الغارية وحكمة والكيلومتر الأخير، الكيلومتر الأخير وهو اللي يحدد مصير السيارة والناموس والدلة الذهبية المقدمة للذلل في الثمانية كيلومترات ذلل أصحاب السمو الشيوخ حكام دول مجلس التعاون على أرضية ميدان الشحانية. ويا هل ترى حكمة، هل تزف الناموس والدلة إلى زعبيل بمدينة دبي وتهديها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم أم الغارية؟ يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الغارية، الغارية، ونعتذر عن عدم وجود الدلة في هذا الشوط. فاللقاء، اللقاء على الزعفران، اللقاء على الزعفران والناموس والسيارة. الله، يا سلام، أثبتت وجودها حكمة حتى هذه اللحظة مع الكبير، مع الكبير والعملاق طارش بن مبارك بالقوبع، طارش بن مبارك بالقوبع. يا سلام يا سلام يا أبو بطي، يا سلام يا أبو بطي. الله 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 الله. وسلام سلام عليكم يا أهالي منطقة زعبيل، محملا على ظهر الحكمة، محملا على ظهر حكمة مشاهدينا الأعزاء، من ميدان الشحانية إلى مدينة دبي. وهذه النقطة الثانية لهذا الشعار مساء اليوم، وللمضمر سيد طارش بن مبارك بالقوبع، تهانينا 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 لسمو الشيخ محمد بن راشد على فوز حكمة بالناموس في الشوط الرئيسي لمسافة الثمانية كيلومترات. يا سلام. وطرش طارش بالقوبع، وطرش طارش، وطرش طارش. الله 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 الله. وهذه لحظات الوصول، تهانينا لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم من الإمارات العربية المتحدة.
المتحدة الشقيقة ومن مدينة دبي، وللسيد طارش بن مبارك بن قوبة على فوز حكمة بالمركز الأول. الثانية الغارية لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، ضمرها السيد ناصر بن مسفر الشهواني. المركز الثالث، المركز الثالث، الثالثة الغزيل لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المركز الرابع هقاوي ايضا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اقتصاد. في المركز الخامس لسمو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة الثاني. في المركز السادس حق العطوي، المركز السادس للسيد فلاح حسن بن فلاح العطوي من المملكة العربية السعودية الشقيقة. وفي المركز السابع زجرة للشيخ علي بن عبد الرحمن الثاني. وفي المركز الثامن هملولة لسمو الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي من رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة الشقيقة. والمركز التاسع الضبية لصاحب السمو الشيخ زايد. المركز التاسع للسيد سعيد بن علي بن لومية الاجتبي. وفي المركز العاشر الضبية لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان الهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والثنتين من الإمارات العربية. هكذا أيها الإخوة مشاهدين الأعزاء هي لحظات الوصول لحكمة وانتزاعها للناموس بكل قوة من الغارية، وفوزها بالناموس وبالسيارة. قطعت المسافة 8 كيلومترات في 14 دقيقة وأربع ثواني وست أجزاء من الثانية. تهانينا نزفها لسمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا للمضمر العملاق طارش بن مبارك بالقوبع، هو الذي يستحق لقب المرعب هذا المساء. بينما المركز الثاني توقيت الغارية 14 دقيقة وتسع دقائق وتسع أجزاء من وتسع ثواني وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ خليفة بن عبد الله بن خليفة الثاني، وتهانينا لمضمرها السيد ناصر بن مسفر الشهواني المرعب الأساس والحائز على هذا اللقب الكبير في التضمير. ولكن لم يحالفه الحظ في هذه الانطلاقة، فكان الوجود لطارش بن مبارك بالقوبع قويا مع حكمة